أعلنت مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية عن تنظيم ملتقى توظيفي للشباب في الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضية بمشاركة عدد كبير من الشركات والقطاع الخاص. كما تنظم مؤسسة حياة كريمة دورة تدريبية للشباب الراغبين في حضور الملتقى في النادي الاجتماعي باستاد المنصورة. وأكدت المؤسسة أن الهدف من الدورة التدريبية هو تدريب الشباب على كيفية إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية وكيفية الاستعداد الجيد لضمان الحصول على وظيفة مناسبة في إحدى الشركات والقطاعات الخاصة. احنا بدأنا أول يوم تدريبي بالنسبة للتمهيد للملتقى ده، بنعلم إزاي مهارات الكمبيوتر بالنسبة للتعليم اللي هي الأساسي للشباب اللي جاي المتدربين النهاردة، وكمان بنعلمهم إزاي يعملوا سيرة ذاتية لنفسهم وإزاي يتخطى الانترفيو. وإن شاء الله هنستمر على البرنامج التدريبي ده لمدة 3 أيام. كان في ما شاء الله إقبال كبير قوي على التدريب، ناس كتير قوي كانت عندها أسئلة مختلفة سواء في عن برامج الوورد أو إزاي تفعلوا على النت والسوشيال ميديا والإيميل، إزاي ينشوا إيميل، إزاي يبعتوا إيميل. أنا كنت مسؤول عن تسجيل إلكتروني، طبعا احنا ما كناش متخيلين العدد اللي هيحضر النهارده، ما شاء الله كان عدد كويس جدا. بنجهز كل ده للتدريب، احنا في فتره تدريبات طبعا لمده 3 أيام، بنجهز ده لليوم الملتقى اللي هيتم ان شاء الله يوم 20 ويوم 21. طبعا التدريبات بتتم على مراحل مختلفه وبمواضيع مختلفه. طبعا المبادره استفدنا منها بقدر الامكان كيفيه عمل السيره الذاتيه، كيفيه سواء نفسك، ازاي تكون قائد، تبني قائد حقيقي، تبني نفسك قادر على البناء والتحمل في هذه الأماكن، أماكن طيبة جدا، فرص كتير موجودة. طبعا في البداية أنا بشكر مؤسسة حياة كريمة أنها قدمت برنامج محترم. البرنامج ده عبارة عن تأدية برامج، البرامج ديت النهاردة احنا استفدنا منها بحيث ان احنا النهاردة ازاي نعمل سيرة ذاتية، ازاي ان احنا نقدر نتكلم قدام جمهور بنسوق لنفسنا.